حلقة جديدة من كشك الصحافة، أهلا بكم. إلى العناوين. الموقع بوست يقول تعيين 300 حوثي في جامعة صنعاء ونقابة التدريس تحذر من انهيار الجامعة. مصدر أونلاين، الحوثيون هربوا قطع الصواريخ الفلسطينية عن طريق ميناء الحديدة وجمعها إيرانيون في صنعاء. محطة أمريكية تصنف اليمن ضمن أهم القصص الدولية خلال العام 2017. ومن البيان أخبار منوعة، توفيت زوجته وتحللت جثتها في شقتهما وهو لا يدري. في تجاوز صارخ لقانون الجامعات اليمنية ولائحته التنفيذية كما يقول موقع بوست، أقدم الحوثيون في جامعة صنعاء كبرى الجامعات اليمنية بتعيين ما يزيد عن 300 أكاديمي بدرجات مختلفة لأكاديميين موالين لهم من حملة شهادات الدكتوراه ماجستير وبكالوريوس من غير عرضهم على المجالس المختصة على رأسها المجلس الأكاديمي. وكان مجلس جامعة صنعاء ذو الغالبية الحوثية أصدر قرارا بتشكيل لجنة برئاسة أحد أنصارهم للنظر بالتظلمات المقدمة من طالبي التعيينات التي لا تنطبق عليهم الشروط والمعايير الأكاديمية. وأوصت تلك اللجنة بالعديد من تلك التوصيات، من أبرزها التوصية بتعيين العشرات منهم مع ضرورة الاستثناء من التقديرات العلمية. وفي أبرز ردود الأفعال على تلك الممارسات غير القانونية، أصدرت نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة صنعاء أصدرت بيانا قالت فيه إن المجلس انعقد بصورة غير قانونية، حيث ترأس المجلس نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة بن حبتور الذي لا يحق له ذلك. أضاف البيان تلك الأسماء اختلط فيهم من تنطبق عليهم الشروط بمجموعة أكبر لا تنطبق عليهم هذه الشروط، ولم تعرض أسماؤهم جميعا على المجلس الأكاديمي لاعتماد تعيينهم. موقع عدن الغد تحدث عن استشهاد 11 مدنيا على الأقل بغارات للتحالف، غارات استهدفت سوقا شعبيا في محافظة تعز حسب سكان ومسؤول محلي تحدثوا لفرانس بريس. ونقلت الوكالة قول سكان ومسؤول الإدارة المحلية الموالية لحكومة الرئيس هادي بأن هذه الضربات وقعت في الحيمة بشمال شرق مدينة تعز، وأدت إلى جانب مقتل المدنيين أدت إلى مقتل 11 حوثيا وجرح 13 مدنيا آخرين. قال المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته إن هذه الضربة وقعت خطأ في منطقة يحاول التحالف دعم انتفاضة السكان ضد الحوثيين فيها. كعادتها عند سيطرتها على مناطق جديدة تقوم ميليشيا الحوثي بتفجير المنازل المناوئين لها كما يقول موقع 26 من سبتمبر. قال بأنها فجرت مسجدا وعددا من المنازل في منطقة الحيمة العليا بمديرية التعزية بالتزامن مع قصف عنيف تتعرض له القرى السكنية في الشمال الشرقي من مدينة تعز. وقال مصدر في المقاومة الشعبية لسبتمبر نت الميليشيا شنت هجوما عنيفا على منطقة الحيمة العليا من 8 محاور، تمكنت من السيطرة على قريتي دار الجلال وقرية الحدالي بالحيمة. وعقب اجتياح الميليشيا للقريتين فجرت مسجدا في قرية الحدالي ومنزلين، منزل الشيخ عبد الله الزاع ناجي والمواطن مطيع أحمد دماج في قرية دار الجلال. وكشف المصدر أن الميليشيا فخخت عددا من منازل المواطنين استعدادا لتفجيرها. ننتقل الآن إلى زاوية المقالات. في الشأن المحلي نطالع مقالا مطولا للدكتور عبدو البجش ونشر في شبكة الحرية بعنوان الوثيقة النازية الحوثية. في يوم الجمعة الموافق للثالث والعشرين من مارس من العام 2012 أصدر الحوثيون ما أسموه الوثيقة الفكرية والثقافية، والتي هي عبارة عن اتفاق بين أبناء الزيدية عموما ومن جملتهم المجاهدون حسب زعمهم وفي مقدمتهم عبد الملك الحوثي. تلك الوثيقة وإن بدت على أنها وثيقة فكرية ثقافية في ظاهرها، إلا أنها تحوي في مضامينها نزعات سلالية عنصرية هي أشبه ما تكون بنظريات الإجرام والطغيان والتعصب والاستبداد والوحشية الدموية، مثل النظرية النازية والفاشية والنظرية الفرعونية الاستعلائية
والنظرية النمرودية الإلحادية. تشير الوثيقة إلى قضية مهمة من قضايا الإيمان، وهي أن الحوثيين يؤمنون بأن الإمام علي بن أبي طالب هو خليفة رسول الله وإمام المسلمين من بعده، يليه من أسموهم أئمة أهل البيت مثل الحسن والحسين والأئمة المنحدرين من هذه السلالة. وهنا تكمن العنصرية النازية، إذ بموجب هذه النظرية النازية يجب على الأمة الإسلامية أن تغيب الجزء الأكبر من تاريخها العظيم، خصوصا في فترات العز إبان خلافة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان، وخلافة القادة الفاتحين من بني أمية، والخلفاء العظام من بين العباس وخلفاء بني أيوب والمماليك والخلافة العثمانية. يجب أن ننسى كل تلك الحلقات المشرقة في تاريخنا لنتذكر فقط البكاء والنحيب بيوم عاشوراء وغيرها من المآتم التي تجعلنا على مدار العام نبكي ونلطم ونكتسي بالسواد. لذا فإن الوثيقة النازية الحوثية ستفجر سيلا من الصراعات والحروب الأهلية التي لن تنتهي إلا بنهاية الظاهرة الحوثية وانتصار الحرية والديمقراطية على الاستبداد والكهنوت. إلى الصفحة الرئيسية لموقع مصدر أونلاين. الحوثيون هربوا قطع الصواريخ البالستية عن طريق ميناء الحديدة وجمعها إيرانيون في صنعاء. السفير السعودي لدى اليمن محمد الجابر قال في مؤتمر صحفي مع رئيس البرلمان العربي في الرياض إن خبراء النظام الإيراني قاموا بتجميع الصواريخ في صنعاء وأطلقوها على أراضي المملكة. في السياق قال المتحدث باسم التحالف العربي العقيد التركي المالكي: قيادة التحالف ترحب بإدانة مجلس الأمن لإطلاق الصواريخ الحوثية على المملكة. أضاف: نؤكد استمرار عمليات تهريب الأسلحة عبر المنافذ البحرية وضبط بعض الأسلحة التي حصل عليها الحوثيون من إيران، ونقوم بالعمل على سد الثغرات لمنع تهريب الأسلحة إلى ميليشيا الحوثي. إلى ذلك قال المالكي: إن التحالف يتلقى الكثير من الاتصالات حول قائمة المطلوبين الحوثيين ويتعاملون معها بسرية. الريال اليمني يواصل انهياره إلى أدنى مستوياته على الإطلاق، هذا ما حذرت منه موقع يمن مونيتور، حيث يتواصل انهيار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية مع أزمة إنسانية متصاعدة في البلاد منذ أكثر من 3 أعوام. وشهد الريال اليمني أسرع انهيار له على الإطلاق خلال العام 2017 الذي بدأ ساخطا عليه، ووصلت قيمة الريال في ساعة متأخرة مساء الأربعاء حسب صيارفة في صنعاء إلى 455 ريالا للدولار الواحد و 121 ريال للريال السعودي الواحد. أشار المصرفيون ليمن مونيتور لأنه خلال اليومين الماضيين انهار الريال اليمني 7 ريالات دفعة واحدة مقارنة بيوم الاثنين، إذ كان سعر الدولار 447 ريال. وشهد الدولار ارتفاعا تصاعديا منذ بداية الحرب في اليمن في مارس 2015 وحتى اليوم بزيادة 110% منذ بداية الحرب، إذ كان بقيمة 215 ريال ما ساهم في زيادة التضخم وفي تفاقم مستويات الفقر. كتب أحمد ناصر حميدان في موقع هنا عدن مقالا بعنوان: الجريمة تستفحل في عدن. تجربة عشتها وحزن انتابني لموت ابن صديق شاب يافع في مقتبل العمر خدوم، استدعاه بعض زملائه للتبرع بالدم لوالدتهم، لبى النداء وهو يجهل ما يحاك ضده من مؤامرة، وكان ضحية شياطين في جسد بشر قتلوه وقتلوا براءته طمعا في سيارته. خلف كل ذلك مجرم خفي ينحر عدن، يصطاد أخيارها وأفضل من فيها من شيوخ وأئمة مساجد، من شباب واعد، من رجال ومهارات وقدرات وملكات، هي خير ما في عدن، على رأسهم الشهيد جعفر محمد سعد وآخرهم ابننا أحمد عبادي. الجريمة تستفحل في عدن، والأخلاق تتفسخ، والثقافة والفكر ينحرفان، والمدنية مهددة، والمخدرات والمكيفات تنتشر كسرطان ينخر عقول وأجساد شبابنا الواعد. كل ذلك ناقص خطر لواقع نعيشه ومستقبل ننشده. هذه قضيتنا جميعا، قضية رأي عام تخص حاضر ومستقبل عدن، تخص كل وطني غيور على هذه المدينة وكل إنسان يكن لها الوفاء والعرفان.
علينا أن نصحو لنكون جديرين بالمسؤولية وعند مستوى التحديات لنجتث الإرهاب الفكري والثقافي والتربوي والأخلاقي لنرسي العدل ومحاسبة كل من تسول له نفسه تهديد السلم العام وحياة الناس. الناس تنتظر عقابا عادلا بحق القتلة والمجرمين لكل جرائم هذه السنوات من قتلة المحافظ جعفر محمد سعد حتى مقتل ابننا البار أحمد عبادي ليكونوا عبرة لمن يعكر صفو عدن. مشاهدينا، الصحافة العربية والعالمية ماذا تقول؟ نعرف بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. محطة ABC الأمريكية تصنف اليمن ضمن أهم القصص الدولية خلال العام 2017. المحطة صنفت اليمن ضمن أهم الأحداث والقصص الأكثر بؤسا التي شاهدها العالم خلال العام 2017، وذلك إلى جوار كل من كوريا الشمالية وداعش والإرهاب وصعود الصين والجدل الذي يفجره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفي استعراضها للوضع في اليمن، قالت القناة في تقرير لها على موقعها في الإنترنت: اليمن هي واحدة من أكبر الكوارث الإنسانية في العالم. وناقلت عن الأمم المتحدة قولها: الملايين من اليمنيين في حاجة ماسة إلى المساعدات، بما في ذلك حوالي 8.4 مليون شخص يعدون خطوة بعيدة عن المجاعة. وواصلت سردها لما يجري في اليمن قائلة: شهر نوفمبر الماضي شهد زيادة سوء متزايد عندما أغلق التحالف العسكري بقيادة السعودية موانئ اليمن، ومنذ ذلك الحين تم تخفيف الحصار إلى أن وصوله إلى الغذاء والوقود والأدوية محدود. أشارت إلى مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح. جعل الحرب في اليمن تأخذ منعطفا مفاجئا بعد أن تخلى عن حلفائه الحوثيين وأعلن تأييده للتحالف الذي تقوده السعودية في إشارة إلى مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح. وذكرت بأنه منذ ذاك الحين تصاعد العنف في اليمن، مؤكدة بأن الحرب قد تزداد سوءا عام 2018. عام 2017 اليمني، هل يكون العام الأخير للحرب؟ هذا تساؤل طرحته صحيفة العرب الجديد، وأضافت في خضم الإجابة عليه أن عام 2017 كان بالنسبة لليمنيين استثنائيا وشهد تحولات كبيرة على صعيد الحرب وخارطة التحالفات السياسية والملفات الأمنية، وختم بالحدث الأكبر منذ سنوات المتمثل في انهيار تحالف جماعة الحوثي وحزب المؤتمر الشعبي العام. عام بلا مفاوضات برعاية الأمم المتحدة، ولكنه صاخب بالتحولات السياسية المحلية على غرار ولادة مجلس انفصالي مدعوم من الإمارات جنوبا، وتطور الصواريخ الباليستية الحوثية التي طاولت العاصمة السعودية الرياض. كما كان عام تفاقمت الكارثة الإنسانية في المحاصرة للغالبية العظمى من اليمنيين، واضعة الملايين منهم على حافة المجاعة. إنه عام انتشار وباء الكوليرا أيضا. مع نهاية العام الحالي تغيرت الكثير من المعطيات اليمنية بشكل كلي، وبذلك فإن عام 2018 من المفترض أن يكون حاسما في ملفات عدة كمصير الحرب الدائرة في البلاد منذ نحو 3 سنوات. العلمانية ليست حلا للمسألة الطائفية، هذا عنوان للكاتب موريس العايق الذي كتب مقالا في جريدة الحياة، واخترنا منه جزء. هناك العديد من التعريف المقترحة للعلمانية: فصل الدين عن الدولة، أو الفصل بين الدين والمجال العام أو السياسي، أو فصل الدين عن مصادر السيادة.
على الرغم من التفاوت بين هذه التعريفات، فإنها جميعها تدور حول موضوع مركزي وهو الدين وحضوره في المجال العام باعتباره موضوع العلمانية. في المقابل فإن المسألة الطائفية تدور حول موضوع مغاير تماما وهو الهوية الوطنية، تحديد هوية الشعب والحدود التي تعين الجماعة وحق الانتماء إليها. سؤال الطائفية هو سؤال الهوية. في الحالة الطائفية يصبح الانتماء الديني أو المذهبي محددا للانتماء للجماعة. ما يحضر هنا ليس الدين بوصفه اعتقادا بل بوصفه انتماء. في مواجهة انهيار الجماعة الوطنية في المشرق العربي وصعود هويات طائفية، يرفع بشكل كبير شعار العلمانية باعتباره حلا للمسألة الطائفية. العلمانية هي الحل، غير أن هذا الشعار يبدو شعارا مزيفا ولسببين أساسيين. الأول، تطرح العلمانية كحل لمشكلة لا صلة لها بالعلمانية نفسها، وهو تصدع الجماعة الوطنية التي تتمحور حول معضلة مغايرة كتلك الخاصة بالعلمانية. الثاني، أن العلمانية نفسها قد تكون سببا في هذا التصدع، طالما أنها تخدم كشعار يرفع تحديدا ضد الانتماء الديني للأغلبية ولاحقا ضد ثقافة محددة، فتصبح تبريرا لسياسة تمييزية. تصبح العلمانية أيديولوجيا بالمعنى السيء للكلمة، تزيف الواقع خدمة لمصلحة جماعات محددة، فتختفي عصبيات طائفية نفسها تحت عباءة العلمانية، مصورة معركتها وكأنها معركة بين العلمانية والأصولية. وعلى الجهة الأخرى تكون الصورة مقلوبة، أي أن العصبية الطائفية المقابلة تقدم معركتها وكأنها معركة الإيمان في مواجهة كفر العلمانية. القدس العربي أوردت خبرا عن إطلاق خدمة الحافلات بدون سائق في ستوكهولم، حيث تستعد حافلتان صغيرتان بدون سائق للقيام برحلات منتظمة في العاصمة ستوكهولم اعتبارا من يناير المقبل. قالت إدارة النقل السويدية إن الحافلات بدون سائق ستبدأ العمل لأول مرة في الدول الإسكندنافية في مطلع عام 2018، وأوضحت أن الحافلتين صغيرتين ستنظمان رحلات بين شارعي هانستافيغن وأرني تورغي في منطقة كاستا شمالي ستوكهولم. أشارت إلى أن الحافلتين تتسع كل منهما ل 12 شخصاً، وستجريان رحلاتهما ضمن المسار المذكور بسرعة 20 كيلومتر في الساعة. ومن المقرر أن تجري الحافلات الصغيرة رحلاتها مجاناً في الوقت الراهن، مدعومة بكاميرات خاصة وأجهزة استشعار متطورة. جميل. توفيت زوجته، تحللت جثتها في شقتهما وهو لا يدري. التفاصيل من صحيفة البيان. أكد ستيني أمريكي أنه لم يكن على علم أن زوجته قد ماتت برغم رائحة جثتها المتعفنة في المنزل. ويجري حاليا استجواب ستيفن سيلر بتهمة التستر على الوفاة بعد اكتشاف جثة الزوجة الميتة تامارا ويلسون، وذلك في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي الأمريكية. ويدعي الرجل أنه لم يعرف عن وفاة زوجته إلا بعد أن اتصلت ابنته تسأل عنها. تم استدعاء الشرطة في العاشر من ديسمبر إلى المكان ليتم الكشف عن آثار السوائل والتفسخ في جثة المرأة التي لطخت جميع أنحاء الشقة. مساعدة المدعي العام جوليا رايميريز قالت إنه عندما تم القبض على سيلر كان يحمل معه خاتم زواج الخاص بزوجته وبطاقة هويتها وبطاقتها المتعلقة بالضمان الاجتماعي، كذلك بطاقتها الائتمانية بالإضافة إلى شهادة ميلادها. كشف المحققون أنه استخدم بطاقة الائتمان الخاصة بزوجته لشراء عملات ذهبية قام بتبديدها في محل رهانات، وفي عام 2009 كان قد أمر بدفع مبلغ 120 ألف دولار تعويضا لزوجته في خلاف بينهما. الحياة البرية الساحرة بكل تفاصيلها، ووثقتها صور بديعة لمجموعة حيوانات التقطتها عدسات مصوري صحيفة الغارديان البريطانية، ونتابعها معكم الآن في الجولة المصورة.
وعلى جميلة. بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا إلى ختام كشك الصحافة. شكرا لطيب المتابعة، وأترككم الآن مع مجموعة مميزة من رسوم الكاريكاتير، وفي أمان الله.